وزي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن أنه الجرائم الإلكترونية أصبحت منتشرة، وكان معانا قصة للشاب محمد عصام الشاب المصري اللي شتم راشفورد على السوشيال ميديا، ومن هنا الرجل رفع قضية عليه وبتنظر فيه المحاكم. ممكن الشخص يكتب تعليق غير لائق وفجأة يلاقي نفسه أمام أو يقع تحت طائلة القانون. جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا أصبحت من الجرائم المنتشرة في الفترة الأخيرة، وبقت بتمثل خطر كبير لأنها بتضر بسمعة الأشخاص من خلال التشهير بيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. علشان كده القانون وضع عقوبات لمكافحة الجرائم دي. بالتالي بيعتبر تعرض أي مواطن للسب والقذف أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء عبر التليفون أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل يعتبر بيشكل جريمة وفقاً للقانون منصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. الجرائم دي بيعاقب مرتكبيها بالحبس مدة تصل لثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه. لكن في حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 200,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي شروط يجب توفرها لتقديم البلاغ في هذا النوع من الجرائم، بتتمثل في ضرورة وجود سكرين شوت أو الحصول على نسخة من صفحة مرتكب الواقعة، وبعد كده بيتم تحرير محضر في مباحث الإنترنت واتهام المتهم بجريمة السب والقذف اللي بتشترط أيضاً وجود ركن العلانية، وده بيتحقق عن طريق نشر الإساءة أو التشهير أو السب للشخص المجني عليه، وهو ما يعني تعمد الإهانة.